اهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب بالناقد الكبير ضيف العزيز النهارده اللي منورني في الاستوديو الاستاذ شادي نبيل، الناقد الرياضي المختص بالالعاب الاخرى واحد يعني الخبراء الكبار في هذا المجال. اهلا بيك يا استاذ شادي. اهلا بحضرتك كابتن هيثم، منورنا ودايما بنشتاق يعني دايما لقاءاتنا مع بعض بتكون فيها يعني عصر شويه وفيها صراحه شويه، بس النهارده انت منورني. الله يخليك، بشكرك وشرفتني النهارده ونورتني يا استاذ شادي. ده انا اللي اسعد وببقى سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. طيب خلينا نروح نخش بقى في الجد على طول، هنبتدي الاول جوه النادي الاهلي. تمام، تقييمك للموسم السنه دي، خلاص احنا عندنا بطولتين فاضلين، السله سيدات بكره ان شاء الله، المباراه الثالثه نتمناها ان شاء الله تكون النهايه والفوز للنادي الاهلي، وعندنا فريق الرجال كره السله برضو عندهم مباراته مع الاتحاد السكندري، بس خلاص 98% من البطولات انتهت. تقييم الموسم في النادي الاهلي ازاي يا استاذ شادي؟ طيب خلينا نتفق بس على حاجه، موسم ألعاب الصالات في النادي الأهلي لحد قبل الموسم الماضي كان بيختلف شوية، وكان الناس بتتكلم أو جمهور النادي الأهلي بيعد البطولات اللي كسبها. من الموسم الماضي الموضوع اختلف، بقيت تعد البطولات اللي بتضيع منك. ده تاني موسم على التوالي. بالظبط كده. تمام، يعني أنت رجعت بيا للموسم اللي فات. بالظبط، دي كانت البداية. الموسم الماضي زي ما احنا عارفين النادي الأهلي كان مكتسح بأكثر من 23 بطولة على مستوى جميع الألعاب، فبالتالي الجمهور الموسم الحالي كان اللي بتكسبه تمام، ده الطبيعي لان انت كسبته السنه اللي فاتت، اللي كان بيضيع منك بقى ده اللي كان بيبقى عليه علامات استفهام. نعم، الموسم اوفرول بالنسبه لالعاب الصالات داخل النادي الاهلي هنقول جيد جدا، في بعض الالعاب يصل الى الامتياز، في بعض الالعاب لا جيد جدا. هنمسكهم كده حاجه حاجه، لو ابتدينا مثلا بالكره الطايره، الكره الطايره بنسبه 100% للرجال، بنسبة 75% للسيدات. موسم الرجال أربع بطولات من أربع بطولات كانوا مهمين جدا 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 للنادي الأهلي، خاصة بعد الأحداث اللي حصلت في الموسمين السابقين، فبالتالي خلينا نقول إن السنتين اللي فاتوا إحنا خسرنا دوري وكاس، صح؟ بالظبط. فأنت النهاردة كان بالنسبة لك لازم ترجع البطولتين دول، فعشان كده قصدك إن كان موسم صعب. كان موسم صعب جدا. وكان لازم تثبت وجودك بقى. لازم، ويعني خلينا نكون متفقين ان كان ضياع اي بطوله هيضيع مجهود اي بطوله بتكسبها، يعني احنا بنتكلم اللي انت كان لازم فول مارك زي 4 من 4، وده اللي تم فعلا على صعيد السيدات. خلينا يعني نذكر الساده المشاهدين ايه الاربع بطولات الرجال طايره خدوه؟ السوبر مصري، كاس مصر، الدوري، بطوله افريقيا للانديه، دولت الاربع بطولات اللي شارك فيهم النادي الاهلي. فاز بيهم. فاز بيهم، والنادي الاهلي اتاهل لكاس العالم للانديه اللي بعد غياب افريقيا عن كاس عالم الانديه في الكره الطايره، النادي الاهلي اتاهل ليها. على صعيد السيدات 3 من 4، يعني المشكله ان البطوله الاهم هي اللي ضاعت منك. افريقيا. بالظبط، وعلى ارضك. نعم. وعلى ارضك، والسيناريو اللي بيضايق اي حد ان انت تبقى قريب وخلاص هتشيل اللي الكاس، تعمل عليك كامباك او ران كده زي الباسكت، و بسنه يعني عدم تركيز منك، فدي اللي بتضايق، بس بتعلمك. بتعلمك ان هي ما ينفعش تحصل بعد كده. الهاندبول على صعيد الرجال، بطوله الدوري تحافظ عليها، اخر بطوله النادي الاهلي كسبها، وبطوله افريقيا كسبناها، والسوبر، فبالتالي موسم الى حد ما. طبعا خساره كاس مصر مش في النهائي، ده في الادوار الاولى. البنك الاهلي طلعنا طبعا، البنك الاهلي بطوله افريقيا للكؤوس، والكؤوس برضو يعني دي كانت بطوله. احنا خسرنا بطولتين من 6. بالظبط. خدنا 4 من 6، يعني تقريبا الثلثين، يعني بنتكلم في حوالي 70% او 65%. هي بس 66%. الهاندبول دائما وابدا بتضايق، او جمهور النادي الاهلي بيتضايق من خساره بطوله يتواجد فيها نادي تونسي، للانديه التونسيه ساعات في بعض يعني مثلا في ابطال الدوري ما شاركوش، فانت كسبت لا، ففي وجودهم كان المفروض تكسب. دي اللي بتضايق شويه. بالظبط. بالظبط. برضو سيناريو الماتش كان الى حد ما برضو يضايق. السيدات انا شايف يعني الناس بتشوف موسم السيدات عشان خساره السوبر الافريقي، خدنا برونزيه سيدات النادي الاهلي، بطوله افريقيا ابطال الكؤوس خدنا برونزيه. خلينا نتفق برضو السيدات لازم عشان تلعب فاينل لازم تكسب حد من انديه انجولا. انجولا يا بريمير دو اوغستا بيترو. بالظبط. وجهه نظر بسيطه، يعني لا يفل الحديد الا الحديد. عايز تكسبهم لازم تجيب لعيبه المحترفين بتوعك من افريقيا.
ده من وجهه نظري. لان لان عندنا لعيبه سنغاليه دودو بس اللي انت بتستفيد بالاثنين الزياده في البطولات الافريقيه هي خلاص مش هتبقى موجوده. دونجو مش هتبقى موجوده الموسم لان الموسم خلاص اتلغى الاحتراف بالظبط داخل الدوري فهتبقى في البطولات الافريقيه. انت بتجيب لعيبه دايما من اوروبا اوروبا الشرقيه اكتر كمان اجواء مختلفه ستايل لعيبه اجسام الدنيا بتبقى مختلفه تماما حتى كابتن زولا يعني لحد ما في بعض الاوقات كان بيبقى قاعدين جنبه على البنش لعدم مش تقليلا ممكن يكونوا في اوروبا كويسين قوي بالظبط بس بيجوا افريقيا قدام القوه بالزبط. البدنيه الكبيره دي ما بيقدروش يجاروها بالظبط فانت محتاج تجيب زي ما انت قلت من جوه افريقيا بقى من جوه افريقيا وتركز جدا لان اقوى كتلتين في افريقيا هم الفرقتين دول بالظبط يعني هيبقى قدامك السنغال بس كاميرون شويه فلازم اقصد يعني تستفيد لو عايز مثلا تجيب حد من اوروبا يبقى في زي ما بنتكلم كده بلغه الرياضه دودو معاه الجنسيه الفرنسيه بالظبط بس يعني هي في الاصل سنغاليه نعم. لكن بنتكلم في نقطه ان هي وبرضه خلينا بالعوده ليها الموسم اللي فات مختلف عن الموسم ده الموسم فات كان اقوى ليها عن الموسم الحالي الموسم الحالي فيه زياده في الوزن شويه فبالتالي يعني ايه بس كموسم محلي 100% ما خسرتش ولا بطوله لو جينا بقى لكره السله كره السله بقى خلينا السيدات ماشيين ما شاء الله زي الفل وكويس جدا وان شاء الله يختموها بكره بالدوري كاس مصر خدناه ان شاء الله خدناه مرتبط بس خسرناه خسرنا مرتبط ضد سبورتنج مرتبط و السوبر بالسوبر بطوله المنطقه بس انا الحقيقه ما بعتبرش بطوله المنطقه قوي يعني ان هي بطوله يعني ولكن لان بيجيبها على اسكندريه فانت بالدوري لو كسبت بكره انت عملت موسم ناجح في السيدات طبعا واتمنى يعني. اتمنى اداره النادي الاهلي تنظر بعين الاعتبار شويه مشاركه فريق أفريقيا. السيدات لافريقيا نعم قريبين جدا هتحتاج يعني تدعيم او اثنين مش هتحتاج اللي انت تفلتر الهيكل كامل اللي انت عندك الهيكل والاساس مبني خاصه ان سبورتنج كسبتها سنتين ورا بعض صح؟ وانديه عربيه بتكسب سبورتنج بالظبط بالظبط النقطه كمان ان انت طبعا كان في شويه بس قلق شويه من عدم وجود ثريا كليوباترا كره السله المصريه لكن للامانه كابتن طارق خيري وكابتن كريم المساعد وميرال ورنيم وسلعاوي ونادين وكل المجموعه انا مش عايز انسى حد بس الثلاثي ده شال على عاتقه وعلى كتافه بالظبط